ضيفنا النهارده من ابرز واهم حراس المرمى في الدوري المصري السنوات الاخيره، تالق بشكل كبير جدا وملحوظ لدرجه انه موجود في كل الاختيارات لافضل حراس المرمى في مصر. بس النهارده هنطلع بره الملعب والتمرين ونوريكم حياه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة معايا نجم. أنا شخصيا مبسوطة جدا إن هو موجود معايا النهاردة، بالنسبة لي من أفضل حراس المرمى في مصر، كابتن محمد بسام. برحب بيك، كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. في البداية طبعا هنتكلم على حاجات كتير قوي يعني تخص الطقوس الرمضانية، ولكن عايز أعرف منك في البداية شايف الموسم ده إزاي لطلاع الجيش؟ والله طبعا الأول كل سنة والأمة العربية والإسلامية كلهم بخير، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله، وعاد الله علينا يعني بالخير والصحة والسعادة، ودايما نبقى في أحسن حال. يعني أنا شايف إن إحنا السنة دي الحمد لله يمكن بدأنا بداية قوية جدا قبل الدوري ببطولة، بالنسبة لنا كانت حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. يمكن في الدوري لما ابتدينا ما كانش احسن حاجه، يعني احنا كلنا كنا مقتنعين ان احنا دخلنا الدوري متاخر، بدايه ما كانتش كويسه في الدوري، يعني الدنيا ما كانتش في احسن احوالها بالنسبه لنا، كان توفيق بعيد عننا بشكل كبير جدا. لكن بعد التوقف الاولاني بتاع كاس افريقيا المنتخب، لما رجعنا الحمد لله الدنيا ظبطت بشكل كبير جدا، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب فرق كبيرة، فاركو كسبنا، فاركو كسبنا المصري، كسبنا فيوتشر، فالحمد لله المكاسب دي حطتنا في حتة كويسة في الجدول، في جدول الدوري. وإن شاء الله الفترة الجاية يعني أنا شايف إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح، وربنا يكرم إن شاء الله الفترة الجاية ونحاول نحسن من مركزنا أكتر، ونبقى في مكانه يعني لحد ما تخلي الأداء أحسن من الفترة اللي فاتت. بس أنت الموسم ده شايف إن هو أصعب من الموسم اللي فات؟ طبعا الموسم السنه دي صعب جدا، كل الفرق اللي موجوده عندها طموح ان هي تبقى موجوده بشكل كبير في الدوري السنه الجايه، فده مصعب الدنيا، خاصه ان الناس الفرق اللي صعدت كمان السنه اللي فاتت للدوري الممتاز كلهم فرق صرفت، جابت لعيبه كويسه عندها امكانيات كبيره، ما بقاش زي الاول بتبقى عارف مين اللي هيبقى بينافس على الهبوط ومين اللي قريب للهبوط، السنه دي الموضوع مختلف. فاعتقد ان الموسم السنه دي فعلا صعب جدا، مش هيتحسم دلوقتي خالص مين اللي هيبقى موجود ومين اللي مش هيبقى موجود، مين حتى اللي هيبقوا الاربعه الاولانيين، فالقصه السنه دي صعبه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعدي بس الفتره دي كتيم طلع الجيش، نعدي الفتره دي ان احنا نبعد عن المنطقه اللي تحت، ونحاول ان احنا ان شاء الله نفنش في مركز كويس باذن الله الدوري السنه دي. هنرجع لورا شويه، خليني ارجع لبداياتك. انا سامعه لعيب باسكت بول، وما كنتش عايز اصلا تبقى حارس مرمى، حاجات كده غريبه، ميكس كده غريب. لا ما حصلش، هو انا لعبت كذا رياضه، يعني انا لعبت في الاول كذا رياضه، منها الباسكت بول والفولي بول ولعبت الكوره، فبالنسبه لي هو انا في الاول كنت بكتشف نفسي، يعني ده طبيعي، انا يعني انت ما كنتش عارف انت عايز ايه بالظبط، يعني كنت باسكت بول شويه، فولي بول شويه، كوره شويه، لحد ما حسيت ان في موهبه في انا حاسس يعني كذا، بلعب بره مثلا، بلعب في اي حته مثلا في المدرسه في الكلام ده، فكان باين ان في موهبه في حته حراسه المرمى دي، فجيت اختبارات نادي الجيش على طول. فالحمد لله يمكن انا ما لحقتش حتى انزل اختبارات، هي الناس اول ما شافتني يمكن كان اللي هو سمير الهادي، هو مدير قطاع الناشئين، وكان الكابتن وحيد والكابتن شريف عبد المنعم، هم دول مدربين الحراس اللي كانوا بيشرفوا على الاختبارات. فانا اول ما نزلت الملعب ما كملتش الاختبار وطلعت قبلت على طول، ومن ساعتها بقى وانا في نادي طلائع الجيش. لكن
انا لعبت فولي بول ولعبت باسكت بول، يعني ما ده طبيعي. انا لسه كنت بشوف انا موهبه رايحه لفين، فالحمد لله يمكن ربنا دلني على الطريق الصح الحمد لله. يعني انت من ناشئين نادي طلائع الجيش ولحد دلوقتي لسه موجود، دي حاجه غريبه جدا. انا يعني من 2007 في نادي طلائع الجيش، يمكن هو انا داخل في 14 15 سنه تقريبا. ف يعني الحمد لله يمكن من تاني سنه بالظبط لعبت ناشئين، تاني سنه طلعت مع الدرجه الاولى على طول مع الفيرست تيم، فمن ساعتها بقى وانا الحمد لله مع الفيرست تيم. فطبعا يعني دي حاجه انا مبسوط منها وفخور بيها، ان انا منتمي لمؤسسه كبيره زي مؤسسه الجيش. فدي حاجه يعني الحمد لله ساعدتني كتير، والنادي ساعدني كتير ان انا اوصل للمرحله دي الحمد لله طبعا. ف يعني حاجه بسطاني ان انا موجود في نادي الجيش، وزي ما قلت قبل كده برضو نادي الجيش ده خيره عليا، ويعني هو سبب في الحمد لله في اللي انا وصلت له. وبتمنى التوفيق طبعا للفرقه وللنادي والاداره، وبتمنى التوفيق لينا احنا كمان ان احنا نعمل حاجه كويسه زي ما دخلنا اول بطوله للنادي طلع الجيش السنه دي اول السنه. فاتمنى ان شاء الله دي تبقى انطلاقه لينا باذن الله الفتره الجايه. من وجهه نظرك ايه سبب تغيير المدربين في الدوري المصري بشكل عام وفي طلائع الجيش كمان؟ والله بصي، يمكن حته تغيير المدربين دي بتعتمد في المقام الاول على النتائج، وفي الاول في الاخر النتائج عباره عن توفيق. فوارد جدا ممكن يبقى مدرب اسم كبير وشخصيه محترمه جدا ومدرب كويس جدا، لكن النتائج مش مساعدة. فالقصة بالنسبة لنا هنا بتبقى محتاج ان انت تغير. احنا تعودنا على كده غالبا، يعني هو يمكن الدوري عندنا كل اسبوعين ثلاثة تلاقي المدير فني مختلف. فهي طبعا حاجة انا شايفها ان دي حاجة مش كويسة، يعني انك تقعد تغير مدير فني كل فترة من الفترات دي حاجة مش كويسة. بالعكس، انت لازم تستقر على مدير فني، تبقى عندك مشروع معاه، ان انت عايز مثلا والله انا السنه دي عايز مثلا اقعد في الدوري، فهو يشتغل على اساس ده. السنه اللي جايه ان شاء الله يبقى الطموح مختلف، ان انا خلاص طالما انا قعدت السنه دي في الدوري السنه اللي بعديها انافس على مراكز متقدمه. لكن تغيير المدرب مره ورا الثانيه ورا الثالثه بيعمل تذبذب وتوتر في المستوى، يعني ده طبيعي هيحصل، لان الفكر فكر مدرب غير المدرب الثاني. فاللعيبه مش هتقدر تتعود على الفكر ده بطريقه بسرعه. فانا شايف ان هي السبب الاول والرئيسي بتبقى نتائج الفرقه. لو كويسه طبعا المدير الفني بيفضل مكمل. لما بيحصل اخفاق مره واثنين وثلاثه بتبقى الناس بتحس ان هي محتاجه تغيير. وفي نفس الوقت وارد جدا انك بعد ما تخسر ماتشين واثنين وثلاثه، لو صبرت ماتش تكسب والدنيا تمشي. لكن هي القصه بتبقى زي ما قلت لك، الناس الدوري صعب، والماتش خساره ماتش او ماتشين ورا بعض بتخليك في حته بعيده خالص عن الناس. فهي دي اللي بتخلي الناس تتسرع ان هي تغير المدرب. مين افضل مدرب اتدربت معاه؟ لا، احسن مدرب انا يمكن انا في نادي الجيش مرنت مع مدربين كتير جدا، مدربين كلهم كبار جدا. يمكن احسن مدربين اتمرنت معاهم كابتن حلمي طولان طبعا، وكابتن طارق العاشر، وكابتن طلعت يوسف. بصراحة ثلاثة مدربين محترمين جدا وتعلمت منهم كتير جدا. مدرب أثر فيك بشكل شخصي؟ يعني كلنا عارفين مدربين أصلا هم المين، هم اللي بيأثروا على اللعيب نفسيا وبدنيا وكل حاجة. مدرب أنت حسيت إنك تألقت بشكل كبير معي؟ الكابتن سيد سويركي كمدرب حراس. كابتن سيد سويركي طبعا من المدربين اللي فرقوا معايا جدا. انا بقالي معاه بالظبط 3 4 5 سنين تقريبا نشتغل مع بعض الحمد لله. الحمد لله في تطور وفي ثبات مستوى الحمد لله، وفي انجازات بتحصل. فكابتن سيد من المدربين اللي فرقوا معايا جدا، وده اللي انا بقوله، ان انت لما يبقى معاك كحارس مرمى حتى مدرب بيستمر معاك سنه واثنين وثلاثه، انت خلاص بتطبع وبتاخد الطباع بتاعت الشخصيه اللي معاك، فبتقدر تتعامل معاه نفسيا وذهنيا وعصبيا وفنيا وكل حاجه. فده بيفيدك، حته من الاستقرار دي بتفيدك جدا في الملعب. فكابتن سيد من المدربين المحترمين جدا اللي انا استفدت منهم كتير جدا طبعا. جالك عروض كتير جدا من انديه كبيره جوه مصر وبره مصر، ليه ما بيحصلش يعني استمراريه لهذا الموضوع؟ لا، هو بيحصل استمراريه للعروض، لكن في الاول في الاخر انا كنت ملتزم بعد مع نادي طلائع الجيش. ففي الاول في الاخر انتقالي لاي مكان هيبقى عن طريق النادي. فكان لما بتوصل عروض النادي كان يعني لحد ما الدنيا بتبقى صعبه شويه ان امشي،
لان هم كان كلامهم ان انا بقى الفرقه محتاجه، وان انا يعني لازم ابقى موجود الفتره دي، وما ينفعش ان انت تمشي في الفتره دي. لكن حته العروض بتبقى مقفوله، لا هي بتتقفل من عندنا بصراحه، من النادي كان بيرفض ان انا امشي. لكن يعني هي دي اخر سنه ليا، فاعتقد ان خلاص انت عقدك تقريبا بالفعل هيخلص كمان كام اسبوع تقريبا. هو انا خلاص شهر واحد اللي فات ده المفروض ان انا خلاص يحق لي ان انا اوقع على اي مكان. انت عايز تكون فين؟ يعني والله صدقيني لسه دلوقتي انا بالنسبه لي المكان اللي انا عايز اروحه مش يعني انا سايب الدنيا دلوقتي على ربنا، لان الفتره اللي احنا فيها دي ما تعرفش ممكن الخير يبقى فين. فانا انا ماجل كل حاجه لحد اخر السنه ان شاء الله، لحد كمان ما نطمن على وضع الفرقه السنه دي بتاعنا في الدوري، والدنيا تبقى تمام والفرقه تبقى في الامان، وبعد كده ان شاء الله الواحد يفكر ان الفتره الجايه او السنه الجايه هيبقى موجود فين. مين اقرب حد ليك في الفريق هنا؟ هو في كذا واحد، بس طبعا مهند لاشين وناصف واحمد سمير، ثلاثه مقربين ليا جدا. يعني مقربين بتتكلموا بقى يعني بشكل كل حاجه بقى في يعني كل حاجه يعني ساعات تخرجوا بره النادي كمان؟ طبعا، لا احنا الثلاثه يعني مقربين جدا في النادي وبره النادي كمان. يعني بنخرج مع بعض، بنخرج نتغدى نتعشى، يعني العلاقه بينا مش ملعب بس، يعني احنا الثلاثه بالذات العلاقه بينا مش ملعب بس. فيعتبر هم دول اقرب ثلاثه ليا في النادي. يعني من وجهه نظرك شايف ازاي مشاركه نادي الاهلي لكاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي؟ والله يعني النادي الاهلي يعني كل سنه بيثبت فعلا انه من اكبر، يمكن يعتبر اكبر نادي موجود في قاره افريقيا. انك توصل سنتين ورا بعض لكاس العالم للانديه، تاخد اثنين ورا بعض افريقيا، فده مش عمره ما كان صدفه، ولا عمره كان يعني ان انت مش مخطط لحاجه زي كده. لا يعني طول عمرنا عارفين ان الاهلي دايما بيخطط وبيبقى عنده هدف بيشتغل عليه، وطبيعي طالما انت بتخطط وبتجتهد وبتعمل اسباب النجاح فاكيد ربنا يديك. ف يعني حاجه كويسه جدا لمصر اولا والافريقيا والنادي الاهلي ان هو يمثل مصر وافريقيا مرتين ورا بعض في كاس العالم. ونتمنى ان شاء الله ان تبقى الثالثه اللي جايه باذن الله، وان شاء الله ليه لا ما يبقاش بطل كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. علاقتك مع كابتن الشناوي وجنس في المنتخب تكون عامله ازاي؟ والله يعني كلهم اجوان محترمه واجوان كبيره. يمكن انا الشناوي كمان انا اتعاملت معاه هنا في نادي الجيش اول مره مشي فيها من النادي الاهلي، جالنا هنا النادي انا اتعاملت معاه. الشناوي من الشخصيات المحترمه جدا، من الاجوان الكبيره فعلا، طورت من نفسها جدا وبقى من اللجوان المصنفه في افريقيا كمان. فالشناوي يعني من الشخصيات اللي انت تحبي تتعاملي معاها بره الملعب كمان. فالشناوي يعني اتمنى له طبعا التوفيق في الفتره اللي جايه. يمكن جنش من الشخصيات اللي تحبي ان انت تقعدي تتكلمي معاها تهزري معاها، شخصيه مرحه جدا، شخصيه طيبه جدا، محترم جدا. فالاثنين بصراحه من الاجوان المحترمه الكبيره كمان شخصيا واداء. ف يعني الواحد يعني مبسوط ان اتعرف على شخصيات زي دي. طب لو هنختار من ثلاثه الافضل بالنسبه لك، ابو جبل ولا جنش ولا شناوي؟ يعني الفتره دي طبعا الشناوي. الشناوي وبعد كده ابو جبل. الفتره اللي احنا فيها دي الشناوي وبعد كده ابو جبل. انت عندك ولد وبنت صح كده؟ عدي ومنار. ومنار تحب ان عدي يبقى لعيب كوره ولا انت مانع اصلا الموضوع من بعد اللي شفته؟ يعني هو انا ما احبش انه يبقى حارس مرمى، بس احب يبقى لعيب كوره. ليه بقى؟ لا حارس المرمى الموضوع عليه ضغوط كبيره جدا. يعني حارس المرمى الموضوع بالنسبه له صعب وشاق جدا. تمرين كمان، في التمرين الموضوع صعب، وكمان في الماتش انت بيبقى عليك لود وضغط كبير جدا جدا جدا. مش اي حد يقدر يستحمله. غلطتك خلاص، الغلطه بتاعتك عادي، يعني ممكن الفرود يغلط عادي، الديفندر يغلط، النص ملعب، المدافع، اي حد يغلط الغلطه ممكن تتصلح، لكن حارس المرمى الغلطه بتاعته خلاص بجون. فده ضغط كبير، يعني وارد جدا انت انك تغلط، ده طبيعي كل بني ادم وارد انه يخطا، بس الخطا بتاعك فعلا بيأثر كبير جدا، فانت غصب عنك بتبقى مضغوط. وبعدين الحراس
بتفرق معاها جدا انك الخطأ، يعني انت لو اخطأت او انا اخطأت مثلا في ماتش، بقعد شوية حلوين انا متضايق، او شوية يومين ثلاثة اربعة، ممكن لو الماتش اللي بعديه باسبوع بقعد فترة طويلة الواحد طبعا متضايق انه سبب في خسارة الفريق. فانا ما احبش يعني ان هو اتحط في الموقف ده، ممكن خوف يطلع عليه يعني. بالظبط، حتى لو هو عايز وقال لك بابا انا عايز ابقى حارس مرمى، هو لو عايز بقى خلاص. لكن انت بتسالين على التمني، انا التمني بتاعي لا، ما اتمنىش ان هو يطلع حارس مرمى، ممكن يطلع يعني لو هو عايز يلعب كوره يبقى اصل هو احتمال كبير جدا يكمل مسيرتك، يشوف انه مثلا الاب دايما بيبقى يعني رول موديل بالنسبه بالزبط. له، فانا وارد. هكمل وارد يعني هو لو طلب هو بقى يستحمل، انا هنصحه، هو عايز ياخد بالنصيحه ياخد، مش عايز ياخد بقى خلاص يعني يشق هو طريقه. شق طريقه. ايوه. مشاهدين قناه الاهلي، هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع كابتن محمد بسام. مشاهدين قناه الاهلي، رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الفاصل ومكملين مع كابتن محمد بسام. قولي بقى يومك ازاي في رمضان، يومك ماشي ازاي من اول ما بتصحى كده لحد ما بتنام؟ يمكن الفتره دي احنا يعني عندنا ماتشات وهيبقى عندنا تمارين، فدايما التمارين بتبقى بالليل يعني على 9:30 كده بعد الفطار. الصبح طبعا يعني عاده في رمضان الواحد ما بيصحاش بدري قوي يعني، على يعني بتصحى طبعا الساعه مثلا 1 2 يعني الصبح، ممكن طبعا الواحد هيصلي وهيقعد مثلا الصبح في رمضان بالذات الواحد بيحب يقرا قران بيقرب من ربنا لحد الفطار. بعد الفطار باجي على النادي هنا بتمرن، بخلص تمرين شويه ممكن اخرج شويه لحد مثلا قبل السحور كده بشويه، ويا اما هتسحر بره يا اما بتسحر في البيت. هو عاده ايام رمضان يعني بتبقى تمرين وبيت وبتبقى واحده يعني غالبا بتبقى يعني يا اما الخروج بتفطري مع اصحابك او اهل او الاهل وكده، يا اما بتتسحري مع في البيت برضو او مع الاهل وكده. فهي الحقيقه اليوم في رمضان بيبقى طبيعي يعني بيبقى كل يوم روتيني يعني بالزبط. احنا عارفين بكره هيحصل ايه بالظبط. في حاجه معينه بتستناها في رمضان؟ حاجه معينه يعني هو كل شهر بصراحه الواحد بيتمنى بيستنى الشهر ده بالذات علشان علشان ايه بقى؟ اللمه بتاعه الفطار والاكل يعني الفطار طبعا واللمه والقعده. بصراحه رمضان اجواءه بتبقى مريحه جدا، يمكن رمضان في مصر فعلا يعني مختلف. يمكن تسيب الاغنيه، هو فعلا رمضان مختلف. قابلت ناس كتير قوي بتتكلم ان رمضان في مصر فعلا مختلف عن اي دوله عربيه بره مصر. الاجواء والاحساس بتاع رمضان ده مختلف جدا في مصر عن اي مكان تاني. ففعلا الواحد بيستنى رمضان من السنه للسنه علشان الاوقات دي. طبعا اكيد الواحد بيستنى رمضان برضو علشان يعني تبقى قريب من ربنا اكتر، بتحاول انك تقرب من ربنا. احساسك ان انت الشهر ده بالنسبه لك ممكن تلم فيه حسنات والدنيا تبقى ترجع تاني زي الاول، مثلا الدنيا هاديه وجواك سلام نفسي والدنيا بتبقى حلوه في رمضان بالذات. فطبعا هو شهر كله خير وكله بركه، وبالنسبه لنا كمسلمين يعني الواحد كل سنه بيقول اللهم بلغنا رمضان، بنتمنى ان احنا كل سنه نبقى موجودين في رمضان على قد ما نقدر يعني. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا يا كابتن؟ يعني مش قوي ومش وحشه قوي، مش كويسه قوي، يمكن انا في النص يعني. عندي صفحات طبعا، بس يعني مش يعني الموضوع بالنسبه لي مش ادمان، مش كريزي اباوت بالظبط يعني. ممكن انا عندي طبعا عندي صفحه على الانستغرام، عندي صفحه على الفيسبوك بتاع، فده طبيعي، لكن ما بركزش قوي مع مش بتهتم تسمع راي الاخر فيك؟ لا بهتم طبعا. بس في نقد انت بتتقبله، وفي نقد انت بالنسبه لك مفيد جدا، وفي نقد ناس بتنقد لمجرد النقد، فده بالنسبه لي ما بيشغلنيش. بتتعامل مع ده ازاي وده ازاي؟ طبعا النقد البناء ان ده انا بستفيد منه جدا من الناس كمان اللي في المجال، كصحفي كناقد رياضي كمدرب كاعلامي. النقد ده انا استفيد منه وطبعا هتعلم منه كتير جدا. وفي تاني نقد تاني ما اللي هو بمجرد تجريح، انت بتجرح وخلاص، فده بيجرح بالظبط. فبالنسبه لي انا مش شايفك يا بلوك على بلوك. طول
بتعمل بلوك؟ اه طبعا بعمل بلوكات، مش عشان حاجه، بس علشان انت ما ينفعش تبقى بتبعت لي وانت بتغلط فيا. طب ما هو انا بالنسبه لي مش هقبل ان اشوف حاجه زي كده، وفي نفس الوقت انا بريح دماغي اعمل بلوك والموضوع انتهى بالنسبه لي، وانت مش هتعرف كده كده توصل لي وخلاص. فالقصه بالنسبه لي بتبقى اسهل حاجه بلوك وخلاص. يعني ولا هتضايق ولا انت هتفرق معايا ولا اي حاجه خالص. انت بالعكس، انت لما هتعرف ان انا عملتك بلوك انت نفسك هتحس ان انت يعني ولا حاجه. لا ممكن لما ترد مثلا بشكرا ربنا يكرمك مثلا، لا ممكن برضه يعرف ان ولا حاجه. لا بالعكس، ما هو انا لما هرد عليه يبقى انا يبقى هو خد حيزن تفكيري، لكن بلوك بالنسبه لي خلاص شكرا الموضوع انتهى. يعني انت مش هشوفك تاني بقى، شكرا خلاص بالسلامه. أيوة شكرا، طريق السلام. شكرا ربنا يخليك. هو ممكن يروح باعت ورادد والكلام ده. لا هيتحرق احيانا، في ناس ممكن ما تتحرقش، وعدى علينا ناس كتير قوي الكلام ده. بس بس خلاص بقى زي ما بقول لك، انت بتريحي دماغك بلوك وخلاص، مفيش اسهل من بلوك. طيب من وجهه نظرك شايف ان السوشيال ميديا الفتره الاخيره ساهمت في انتشار اجواء رمضان ولا لا العكس تماما؟ لا انا شايف ان رمضان زمان كان احسن واحلى بكتير في الاجواء. في ايه بقى؟ في الاجواء، في اللمه. يمكن يعني دلوقتي اسهل حاجه تعملي برودكاست مثلا للمسج كل سنه وانتم طيبين وتبعتيها بقى للناس. كل زمان الناس كانت بتكلم بعض في التليفون، بتزور بعض، بتبقى عندك الناس بتبقى مستنيه التليفون يرن. لكن دلوقتي زي ما قلت لك السوشيال ميديا فعلا اثرت كتير على الاجواء دي. يعني انا شايف ان الناس ابتدت تفوق شويه للحته دي، ان انا فعلا السوشيال ميديا اثرت شويه بالسلب على الاجواء رمضان. فالدنيا يعني اتمنى ان شاء الله ان الدنيا ترجع تاني زي الاول، اجواء رمضان من 10 سنين مثلا او 6 7 سنين. الاجواء كانت احلى بكتير واحسن بكتير. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ اقعد في البيت بصراحه. مش من هوايات يعني الخروج؟ لا ما بحبش اخرج كتير في رمضان، لان كده كده مفيش وقت كتير. يعني هو انت زي ما قلت لك، يا هتخرجي على الفطار يا هتخرجي على السحور. ايوه هو فعلا مفيش خروج تاني. فانا بفضل القعده في البيت يعني بعد الفطار. اصل انا كده كده زي ما قلت لك احنا وقت تمرين ووقت ماتشات، فبنزل كده كده بعد الفطار مثلا بساعه ولا ساعتين خلاص اليوم خلص، فبخلص تمرين بقى طبعا عشان ارجع. فبفضل القعده في البيت يعني في رمضان. من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم ولا مش بتفضل الموضوع ده؟ لا ما عنديش مشكله يعني، انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، ممكن العب وانا صايم عادي جدا. مش هتاثر يعني بالنسبه لي، لا الموضوع عادي العب وانا صايم عادي. وبعدين حارس المرمى ممكن يلعب وهو صايم في الماتش، ممكن ما تبذليش مجهود زي اللعيب، فما تحسيش باحساس التعب او العطش او الكلام ده. لكن اعتقد ان اللعيبه الموضوع بيبقى صعب. ممكن تتمرن؟ انت بتتكلمي على التمرين. لا كمان. انا طبعا التمرين بعد الفطار افيد بكتير. قبل الفطار الموضوع صعب، ما بيبقاش كويس يعني. طب بتحب المطبخ بقى؟ علاقتك ايه بالمطبخ؟ بتعرف تطبخ؟ لا. ولا معتمد اعتماد كلي على مراتك وخلاص؟ شكرا. شكرا ما بعرفش اطبخ. لا خالص بعيد. مستحيل يعني. قاعد في بيت لوحدك ومفيش اوبشن غير انك تطبخ؟ اكل؟ لا هطبخ اكل. مش هطبخ. لا يا كابتن مش للدرجات والله يعني. ما بعرف يعني، مثلا ممكن اعمل بيض مثلا. صعبه جدا بيض ومحروق. صعب جدا البيض ده، خدي بالك. ده صعب. بس ممكن اعمل هو البيض ممكن اعمله، بس ما بعرفش اعمل اي حاجه تانية يعني. طب ايه اكله ممكن تطلبها من مراتك تعملها لك في رمضان تحبها قوي؟ محشي. محشي. قولا واحد. واحدا. محشي. نستنى كلنا بناكل المحشي اصلا اول يوم. يوم مصر كلها. وتاني يوم بقيت المحشي بتاع اول يوم معروفه. مصر كلها اول يوم المحشي ده معروف. ايوه. فالمحشي بالنسبه لي لا يعني لو عايز اكل اقول لها سلام تعملي لنا محشي. بس اعملي محشي ومالكيش دعوه. كابتن انت صريح؟ صريح مع نفسك مع الناس بشكل عام ومع نفسك اهم؟ طبعا. مع نفسي يمكن انا مع نفسي صريح جدا يعني. انا لما ببقى مثلا في حاجه ممكن زي ما اجلد ذاتي كده. تجلد ذاتي. يعني ساعات بتيجي على نفسك بكتر الصراحه. اوقات ببقى بالنسبه لي الموضوع لما مثلا لما ببقى في حاجه مضايقاني او انا عامل حاجه مضايقه حد او انا مش مركز او غلطان في حاجه. لا تفضل كده ساعه مع نفسك تفصل ساعه. ايه ممكن اقعد اليوم كله. والله ممكن ابقى كئيب اليوم كله. احنا هنشوف الموضوع ده. ماشي. طب الفقره دي اسمها فقره الصراحه. هسالك اسئله
كلها يعني مفروض الإجابة بتاعتها تكون منتهى الصراحة. ماشي. طيب بصراحة لو المدير الفني قرر الاعتماد على الحارس البديل ليك لمدة موسم كامل هتوافق ولا لا؟ موسم كامل. موسم كامل بدون أسباب بالنسبة لك منطقية، يعني انت عامل اللي عليك تمام وبتنزل تتمرن تمام وماشي بسيستم تمام وبرضو مدة موسم مش هتلعب. لو انا شايف ان القرار اللي متاخد ده، انا طبعا هقعد طول السنه ما عنديش مشكله، لان دي هتبقى رؤيه المدير الفني وده قراره في الاول في الاخر، لكن في اخر السنه طبعا هيبقى في كلام. مش بس هتستحمل سنه؟ يعني هستحمل طبعا. ما هو هستحمل ايه؟ انت صبور قوي يا كابتن. انا صبور جدا، انا صبرت في النادي هنا كتير قوي علشان ابقى الحارس رقم واحد كتير، ودايما حارس المرمى بيبقى بالنسبه له حته الصبر دي لازم تبقى موجوده، لو مش موجوده بالظبط. وبعدين مركز حساس التغيير فيه بيبقى صعب جدا، فغصب عنك لازم تتعلم الصبر. ممكن اصبر طبعا، لان في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك ده قرار مدير فني ولازم يحترم ايا كان هو ايه، لكن في اخر السنه طبعا هيبقى في كلام. ايه الاسباب؟ لو اسباب مقنعه تمام، لو مش مقنعه بالنسبه لي هبقى هطلب طبعا ان انا ما بقاش موجود، لان انا مش هقبل ان انا ابقى قاعد سنه كامله ما بلعبش. لا خلينا في المهم، انت قبلت موسم كامل انك قبلت يعني تمام، يعني انا بالنسبه لي تمام جدا. هعمل ايه؟ انا مش بتاع مشاكل ولا ده خالص بتاع يعني ولا ومقتنع بحاجه ان اللعب في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا. بس في نفس الوقت انا بسعى عشان اخد رزقي، بس لما احس ان انا بتعب وبشتغل وما باخدش حقي هسكت هلتزم برضو الصمت لحد ما الموسم يخلص او تيجي فرصة الواحد يقدر يتكلم فيها ويقدر يعني يسأل ايه اسباب عدم المشاركة، وساعتها هيبقى القرار برضو في الاول وفي الاخر بكل احترام ما فيش مشكلة. رؤية المدير الفني ان الحارس هو التاني اللي يكمل وانا في اخر السنة مش هبقى موجود. طب خلال الموسم ده هتعمل ازاي مع الموسم ده؟ هتتمرن وتعمل عليك ولا هيقل حماسك؟ لا طبعا هتمرن وهعمل اللي عليا. زي ما قلت لك انا بلعب، وارد جدا الفتره الجايه ممكن ما العبش، ده رزقي ان ربنا مش كاتب لي رزق الفتره دي، بس في نفس الوقت هتعب وهشتغل وهجتهد وهبذل وهعمل اسباب النجاح كلها، وفي الاخر ليا نصيب هلعب، ماليش نصيب مش هلعب، وفي اخر السنه بيبقى لينا كلام تاني. يعني انا مش من نوعيه اللعيبه اللي هي ممكن تعمل مشكله او في نص الموسم علشان تلعب. ما هو انا ممكن اعمل مشكله في نص الموسم والعب وابقى وحش، ما عشان كده انا بقول لك ان ده رزق وتوقيت ربنا كاتبه، فانا مش هعترض عليه طالما انا بجتهد وحاسس اني مش مقصر وبتمرن كويس وبدوس على نفسي وبعمل اسباب نجاح وبعمل اسباب ان انا ابقى موجود في الملعب، ومش موجود يبقى ربنا اللي كاتب ان انا مبقاش موجود دلوقتي، فخلاص هتقبل يعني. بصراحه حد كتب لك قبل كده كومنت على السوشيال ميديا ومسحته من غير البلوك؟ مسحته كتير كتير كتير. كان ايه نوعيات الكومنتات؟ غلط بقى طبعا شتيمه بقى وكلام ملوش لازمه، فبريح دماغي وبمسح. لو كرر بقى بلوك. يعني لو كرر الكومنت تاني يبقى بلوك على طول. انا حفظتك على فكره، انا هجيبك. اديتك فرصه انت خلاص، اديتك فرصه وانت ما تستاهلش بقى. بصراحه لو هتختار حاجه تغيرها في شخصيتك هتكون ايه الحاجه؟ خلاص هنطلع بقى من دور المثاليه ده شويه يا كابتن، وانا اختار حاجه هنغيرها. اوقات لو انا متعصب ما بعرفش اسيطر على نفسي، يعني ممكن انا ممكن ابقى هادي جدا. ممكن ابقى مش تلويش، ممكن ابقى هادي جدا، بس وقت ما هتعصب الموضوع بالنسبه لي مبقاش فيه مخ بقى، فدي بالنسبه لي ببقى عايز اتحكم فيها اكتر. مفيش مخ اصلا؟ لان انا ببقى بتعمل ايه؟ ممكن تعمل ايه؟ حاجه مثلا عملتها كارثه؟ لا مش كارثه، حسيت وقتها انه ايه ده؟ اضرب في الحيطه. ايه ده؟ لا والله يعني، لان انا تكسر بقى حياته بالظبط. انا مش من النوع اللي بيتعصب على طول، بس مره واثنين وثلاثه ممكن اتعصب اعدي. اجي اتعصب بقى ما اعرفش، بحس ان الدنيا خلاص في وشي ضلمت خالص، فابعدوا اي حاجه عن وشي. مش شايفكم. فبحاول على قد ما اقدر، دي بالنسبه لي حاجه بتضايقني جدا. يعني ما هو انا ممكن اتعصب بس بيبقى في كنترول على نفسك، بس ما بقدرش بقى، بحس ان الموضوع بالنسبه لي يعني خلاص انا اتعصبت. ده الكلام ده مؤخرا ولا انت بقالك يعني من زمان وانت كده؟ يمكن يبقى بسبب الضغط مثلا. ممكن
يا كنت لسه هقول لك الضغط لما مره ولا مره ورا مره بتحس ان انت يعني غصب عنك ايه من اللود بتبقى عايزه تنفجري فغصب عنك. فممكن طبعا في الاول زمان ما كانش بيبقى كده، بس مع ضغوط طبعا الحياه والماتشات والكلام ده ممكن يبقى هو ده السبب طبعا. بصراحه امتى اخر مره عيطت؟ اخر ما عيطت يوم ما والدتي توفت الله يرحمها. الله يرحمها، يعني هي دي اخر مره انا عيطت فيها طبعا. فمن 5 سنين. خمس سنين بقالك 5 سنين ما عيطتش؟ لا يعني ما عيطتش لا. افتكر كده يعني عيطت مثلا في السوبر، يعني بقى فرحه ماتش السوبر وبتاع عيطت، ده دموع فرح، لكن عيطت زعل وحزن كان يوم وفاه والدتي الله يرحمها. يعني طيب بصراحه لو وصل لك كلام ان حد في فريقك بيتكلم عليك كلام مش كويس من ورا ظهرك، هتروح تواجهه ولا كانك سمعت اي حاجه؟ مش يقدر في فريقي انا هنا في نادي لا التخطير بقى وكده ده مستحيل. لا 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 مستحيل، كلهم بيحبوني. هنقول ماشي، هنقول مثلا حصل هتتصرف ازاي؟ هروح طبعا هروح اتكلم معاه هو. هتروح تواجه؟ طبعا مش هتتجاهل يعني؟ لا 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 هروح اتكلم معاه طبعا، يعني انت بتتكلم عليا، لو هتتكلم عليا في حاجه تعالى اتكلم في وشي. ما يعني ما مش صح اصلا انك تتكلم في ظهري يعني. فهواجه طبعا هواجه. مش هسيبه كده. هسيبه كان في ظهري. بصراحه خبيت حاجه على مراتك قبل كده؟ خبيت طبعا، ما في حد بيخبيش حاجه على مراته. خبيت ايه؟ عايزين نعرف خبيت ايه، مش مهم خبيت ولا خبيت. لا خبيت ايه؟ لا ما اعرفش بقى اللي يجي في طريقي. يعني عادي ممكن اي حاجه، لو عايز اخبي حاجه ممكن اخبيها مثلا. يعني مثلا ترجع تقول لها بعد يعني وقت؟ بصي هقول لك على حاجه والله، يعني اوقات كتير مثلا بخبيها، اقول اخبي مثلا اكلت ايه، لان هي بتحب الاكل جدا. فمثلا ممكن اكون تاكل اكلت اكله بتحبها بحبها، يعني هي بتحبها وانا بحبها، اروح اكلها وما اقولهاش. فاكلت ايه النهارده؟ اكلت مسكوت حاجه النهارده، ما اكلتش حاجه. اوقات بتكتشف بقى ان انا اكلت الحاجه اللي هي بتحبها دي، فالموضوع بيبقى صعب ساعات. لا بس دي حاجه على فكره يعني المفروض ما تتخباش خالص الصراحه، ما هو غصب عني، ما هي ما بتبقاش معايا. يعني ببقى مثلا في المعسكر ونجيب اكل مثلا، انا عارف ان الاكل ده بتحبه، فاكلت ايه النهارده؟ ما اكلتش حاجه والله. ده ما اكلونيش. يروح مثلا ايه مرات واحد صاحبي مثلا معايا في الفرقه مهند مثلا او سمير او ناصر، ده كام طلبوا النهارده مش عارف ايه، انت طلبت من غير بتعرف منهم؟ بتعرف. فاليوم ده بيبقى صعب جدا بصراحة. سر ما حدش يعرفه عنك خالص؟ هو حد يعني هو ده بالنسبة لي يعني في البيت عندي، اللي هو مراتي مثلا عدي مثلا بيبقى معايا في العربية معايا منديل، اقول له ارميه يا حبيبي ارميه عادي من العربية. امه بقى لو عرفت الكلام ده الموضوع بالنسبة لنا بيبقى صعب جدا، دي كارثة. فعملها مثلا مرة وهي معانا في العربية، فتعمل ايه؟ بابي قال لي اعمل كده. قلت له انا يا ابني تعالى يا بابي بقى. فده بيني وبين عدي سر، يعني اللي هو ايه يعني ان انت بتقول ارمي بره بقى. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل مكملين. غلسه انا غلست عليك انا شويه فخليتك بردان مثلا من كتر الغلاسه. طيب في الفقره دي هسالك اسئله سريعه جدا وهتجاوب عليا من اللعيبه المحليه، يفضل من اللعيبه المحليه. مين صاحب اقوى تسديد؟ سليه. مين اكتر لعيب شايف ان دمه خفيف بيضحكك؟ طب مين من اللعيبه عصبي جدا وممكن يتصرف تصرف جنوني لما بيتعصب؟ ناصف. عمل ايه؟ لا ما تقوليش عمل ايه، قولي ما بيعملش ايه. ناصف لو بنلعب 4-2 ممكن يتخانق معانا كلنا. لا لا صعب، ناصف صعب يعني، ناصف صعب جدا. طيب مين بيسمع اغاني بصوت عالي في اوضه اللبس؟ كان رؤى، ودلوقتي في الفرقه عندنا السيسي، عمرو السيسي. مين اسرع واحد في الملعب في الفرقه عندنا؟ لا مش شرط بقى، يعني هنقول لعيبه محليه عامه. سألتك على اوضه اللبس دي عشان انت اللعيب دلوقتي في الفريق. تمام. اسرع واحد، اسرع لعيبه في مصر ممكن هينستروزا الوينج بتاع المقاولين، اسرع لعيبه اللي في الدوري. احسن حارس مرمى؟ محمد الشناوي وابو جبل. هنختار واحد. محمد الشناوي. في الفقره دي معانا 3 كروت،
كارت اصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي؟ يعني ممكن الصحفيين اللي بيكتبوا اخبار بيتحروا الدقه بس عنها شويه وما يبقاش لصالح حد معين، لان في ناس محترمين جدا وفي ناس موثوقين جدا وفي ناس تانية بتكتب اي حاجه، فده بالنسبه لنا بيبقى رخم. يعني كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملاعب؟ العنصريه طبعا بالنسبه لنا يعني حاجه صعبه، ومن اهم الاشياء اللي لازم تبقاش موجوده في الكوره اصلا، في اي رياضه عامه مش في الكوره بس. كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام وحاجه نفسك تحققها مع الرياضه برضه؟ يعني بدعم دايما ان يعني اللعيبه اللي في الملعب تبقى بالذات تبقى الروح كويسه بينهم، لان في الاول في الاخر هي رياضه، ففي اوقات بيحصل مشادات وحاجات تبقى صعبه جدا ما بتبقاش ليها لازمه. انا بدعم دايما الروح الرياضيه، ان في الاول في الاخر هي مباراه وماتش، انت هتكسب او هتكسب النهارده هتخسر بكره، فالموضوع ما يتاخدش اكبر من كده. يمكن ده بنشوفه بره بطريقه محترمه جدا وطريقه كبيره جدا، اتمنى ان احنا نتعلم من الحاجات اللي موجوده بره دي تبقى موجوده هنا. اتمنى طبعا ان شاء الله، انا عندي طموح ان شاء الله ان انا ابقى يعني في مكانه كويسه، اعمل لنفسي تاريخ، اعمل لنفسي اسم كويس، فاتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقني ان انا احقق اهدافي، ان انا زي ما قلت لك ابقى ليا اسم وتاريخ والناس تفتكر ان كان في حارس مرمى اسمه محمد بسام عمل تاريخ واسم كبير. بتمنى لك كل التوفيق والله يا كابتن بجد. في الفقره دي هسالك اسئله سريعه وهتجاوبني عليها، وبعدين هطلع الموبايل وتكلم حد قريب منك وتحطه سبيكر وتساله نفس الاسئله وهنشوف اجاباته مطابقه لاجاباتك ولا لا. لو مش لعيب كوره هتكون ايه؟ هكون ايه؟ رجل اعمال. اي حاجه اي كلام. ما اعرفش، ما متخيلش ان انا بقى ولا عايز ابقى ظابط ولا عايز ابقى طيار اللي هو العادي الناس اللي بتقوله، ولا عايز ابقى اي حاجه. انا قلت تاجر. انا بتحب البيزنس. بيزنس. ايه الاكله اللي مش بتحبها ومستحيل تاكلها؟ الكوسه. كوسه مستحيل تاكلها. اكتر حاجه ممكن تعصبك؟ بصي انا عندي حاجه، عندي معرفش، عندي حاجه غريبه كده، انا بحب خايفه والله بجد، يعني مثلا بحب كل حاجه تبقى منظمه قدامي، يعني مثلا منظمه ايه يا كابتن؟ انت بتقول لي ملك يرمي المنديل. بس انا دي بالنسبه لي مشكله، يعني شايفه دول لو كده انا ممكن اتعصب جامد جدا والله العظيم، يعني ترتيب الاشياء بالنسبه لي مهم جدا. لو حاجه مش مترتبه قدامي بتعصب جدا. مين مثلك الاعلى في حراس المرمى؟ مانويل ناير و تير شتيجن. طبعا. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد. لو هتفتح محل اكل هتفتح محل ايه؟ كشري. كشري. بتحب الكشري؟ مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ لا محدش، يعني انا جامد كابتن محمد والله جامد. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ مش عمر. بتعرف عمر. تلعب بس مين بيغلبك؟ عمر ما بيكسبنيش. ما هو عشان لو عمر ونتعصب ناس كتير قوي بتقول ان عمر بيكسب البلاي ستيشن. لا ما بيحصلش. ما بيحصلش. لا انا بكسب. اول حد بتكلمه لما بتكون متضايق؟ عمر، وبعد كده مراتي. بتخاف من ايه بشكل عام؟ مش شرط حاجه يعني معينه. بخاف من ال يعني انا ممكن السؤال ده بالنسبه لي كان عادي، ما كنت بقى متخاف من ايه، ما بخافش من حاجه، بس فعلا بعد وفاه والدتي بقيت اخاف من ان انا افقد اي حد عزيز عليا. يعني ده بالنسبه لي يعني بتخاف من الموت. طيب اتفضل يا كابتن، هتتصل بقى، طلع الموبايل وهتتصل وهتسال الاسئله دي نفسها للي انت هتتصل. هتتصل مين الاول؟ هتتصل بمراتي. مراتك. اوكي. يعني المفروض ان هي تبقى اكتر واحده عارفه يعني. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله مش هنعمل مشاكل وتبقى عارفه. يعني هي لو جابت على ثلاثه او اربعه لا مش احنا كله بقى المفروض دي مراتك يعني. الو. الو، ايه الاخبار؟ الحمد لله. بصي انا هسالك شويه اسئله عني وتردي وتشوفي انا تمام، يعني انا وانت زي بعض ولا لا. قرب الموبايل كده من المايك. لو مش لعيب كورة هكون ايه؟ بلاش. لو مش لعيب كورة هتكون ايه؟ ايه ده؟ هتكون
ممكن تلعب باسكت ايه؟ او تنس حاجة زي كده يعني. مش رجل يعني لعيب اعمال برضو. يعني. اوكي ماشي لعيب ماشي. برضو. مش رجل اعمال. طب ايه الاكلة اللي مش بحبها ومستحيل اكلها؟ اكلة ما بتحبهاش مستحيل تاكلها؟ في كتير بس شريمز، افوكادو، لا 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 ده خالص. سنة 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 سنة. ايوه الكوارع. كوارع. وايه تاني؟ أكلة صح يعني مش صنف أكل. مش الكوسة مثلا؟ أوكي ده صنف أكل، أنت الكوسة ما بتاكلهاش كوارع بس طيب. كأكل كوارع. ماشي، مين مثلي الأعلى في حراسة المرمى؟ نوير. ريال مدريد ولا برشلونة؟ مدريد. لو هتفتح محل أكل هتفتح محل إيه؟ كشري. يا صح. صح ماشي، مين اللي بيغلبك في البلاي ستيشن؟ محدش. مين بيغلبك انت؟ يعني لا يعني انت دلوقتي خلاص في التوب. خلاص دلوقتي قبل أيوة. كده مين؟ ما خلاص. خلاص دلوقتي توب. ماشي، اول حد بتكلمه لما بتكون مخنوق؟ انا. ده بكل ثقة وما ينفعش نقول حاجة تانية. خلاص هو انا. بتخاف من ايه؟ اقول ما انا ما قلتش. لا هنقول لنقول القطه. بخاف من القطط. طب كنت انا امال ايه الموت وعملت لي القصه دي كده؟ بخاف من القطط. ايوه بخاف من القطط عادي، بس انا ما افتكرش غير لما كلمتها والله. بس تمام، ميرسي، شكرا. احنا بقى هنتابع نشوف. تمام نشوف الاحداث. نورتني يا كابتن، واتبسطت جدا 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 بالحوار معاك، ونورت شاشه قناه الاهلي. تحب تقول ايه بعد الحلقه دي؟ انا مبسوط جدا والله ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى ان شاء الله يعني الحلقه تبقى كويسه، وانا زي ما قلت قبل كده يعني فخور ان انا موجود معاكم وفي قناه نادي الاهلي، ودايما موفقين ودايما ان شاء الله من احسن لاحسن. نورتني يا كابتن. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع كابتن محمد بسام، اشوفكم في حلقه جديده مع نجم جديد. شكرا لكم.